طالبه من ربنا اللي في السجن يطلعوا، مش اخواتي كلهم، عشان دول ما ذنبهمش حاجه، دول كده ما ذنبهمش حاجه ولا عمل ولا اي حاجه. ناس جايه من الشغل اتاخدت، ناس في بيوتها خدوها وصحوها من النوم، خدوها وصحوها من النوم وما عملوش حاجه. الناس دي وراها نضيف. انت عندك تصوير اللي انت صورته وناس خربت عندك، ما تاخدش ذنب ناس بناس. مجدي حسن محمد اخو وليد اللي هو اتصاب في الاحداث بتاعه الناي سيتي يوم 2/8. اخويا وليد اولا شغال في الفندق، يعني ادي من ضمن الورق اللي يثبت ان هو شغال، الكارنيه بتاعه وادي ورق يثبت ان هو كان شغال، وفي ورق تاني موجود معايا يثبت ان هو شغال في الفندق. ده بالنسبه لوليد. يوم الاحداث ديت وليد كان بيخلص ورق عشان عامل عمليه في عينيه، عنده انفجار في النني. فبالتالي وليد في اليوم دوت دخل يوم الاحداث بتاع 2/8 عشان خاطر يشوف ان هم يعملوا العمليه ولا يدوا له فلوس او يساعدوه باي حاجه. اخويا اصلا احنا ده وحيد، احنا ما عندناش الا هو، وبابا طبعا شغال في وسط البلد، يعني راجل كبير وتعبان ومريض. فاخويا يعني مثلا اشتغل يومين، فطبعا هو عنده ايه، من ساعه اللي كانت عندنا حريقه عنده حاله نفسيه ماشي، فممكن مثلا ايه يشتم في الناس او كده او يزعق، انت فاهمني. فطبعا في ساعه النايل سيتي دوت طلع الشارع وقعد ايه، وقعد يشتم، يعني قلع هدومه ونام ماشي، عنده حاله نفسيه. وعندنا ورق في مستشفى العباسيه بكده ويثبت بكده. وبعد صلاه العشاء طلعت بره، فقالوا لي يا وليد ما تطلعش عشان الدنيا قلق بره. قال لهم لا انا سامع ايه ان الجو راق، فانا هطلع عشان احط قطره في عينيا عشان عينيا وجعتني من الدخان. فهو طالع طبعا، جه الظابط طبعا بدا ان هو يضرب تاني. فوليد قابل 4 صحفيين من جريده الوادي، فبيقولوا له ايه الموقف وايه اللي بيحصل، فبيحكي لهم يعني اللي حصل. تاني فضل يضرب ضرب عشوائي، فضل يضرب لحد ما الطلقه كانت هتيجي في مين، في الصحفي اللي جنب منه اسمه معتز. ده بالنسبه لوليد، ضربه عشان خاطر ضربه وما يتحكمش فيه او ما بقاش مدان لوليد. فالمهم راح في حد كان مسؤول كان قاعد موجود ساعتها اوقات الاحداث بالليل، فجه بيقول له انت ضربته ليه؟ قال له اصلك كان معاه فرد خرطوش، يعني انت ضربت واحد ومعاه زي ما انت بتتكلم معاه فرد خرطوش، المفروض ان هو اللي انا ضربه. قال له فين هو؟ قال له هجيبه لحضرتك. فللاسف راح جاب له فرد خرطوش وعمل له 5 طلقات فيهم طلقه فارغه، وتعدى على السلطات واصاب 2 جنود، وكان بيكسر وكان بيولع وكان بيحرق وكان قاطع طريق. كل ده اخويا بيعمله وعامل عمليه في عينيه وعنده عمليتين تاني عايز يعملهم. يا اخي اتقي ربنا. اخويا في اليوم دوت ساعه النايل سيتي كان في المساكن عند عمتي مساكن رمل البولان، ونزل كان بيفطر، نزل وعدى من على الشارع، هشام عتمام قال له خد انت رايح فين؟ راح قال له انت مالكش دعوه، انا مروح. راح قال له طب تعالى، مسكوه ضربوه كلهم، خدوهم على اسم مدينه نصر، عذبوهم تعذيب جامد. ليه؟ هو احنا قاعدين فين؟ هو احنا بنعمل ثوره علشان يتضربوا ويموتوا تاني؟ انا عايزه الشباب كلها تطلع، المظلومه دي وابني يطلع. لو ربنا يرضى بكده ما يرضاش بكده، ده لها امر رحمه الله وبركاته. العيال يخش على بيتنا كمان متغممين ومضربونا، ما يرضاش بكده. الارض دي حضرتك لما جه مستر نجيب طبعا اشترى برخص التراب الارض ب 200 جنيه المتر، 300 جنيه اقصى سعر، ب 1000 جنيه. ففي ناس من الضغط، ضغط الامني، ضغط الحكومه عليها، بعض الناس بقت وخافت ومشيت. بعض الشباب كانت تطلع تروح شغلها، اللي شغال في السبتيه، اللي شغال في سوق العصر، كان يجي يحط له شفره اسمه بلاك، كان شغال على المنطقه هنا بس. يعني سب وغطى الارض برضك، عايزها وعاوز يدخل الحكومه فيها علشان خاطر كل يوم والتاني الحكومه نازله وواخده الشباب من عندنا، واخده. ما فيش شاب حضرتك ممكن تصور معاه، ما فيش ولا شاب هتلاقيه، كلهم واخدين الشباب كلها. في الناس اللي تعبت وفي ناس قاعده وصابره وهتفضل تكمل المشوار، لان ده حقنا. احنا مش عالي على البلد، هي الظروف اللي حطتنا كده، احنا مش ذنبنا. منه لله اللي كان السبب، ومنهم لله الحكومه اللي نازله قويه علينا.
نازله قوي على الغلابه، الغلابه بس اللي بتداس بالرجلين، ما هي الغلابه دي اللي بتداس بالرجلين. Thank you.